بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب في أن الأئمة عليهم السلام إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة عليهم السلام والرحمة والرضوان قبل أن نبدأ بأحاديث هذا الباب لا بد من ذكر أمرين الأمر الأول أن الإمام القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اذا ظهر يسير بسيره رسول الله صلى الله عليه واله وسيره امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام كما دلت الاحاديث الصحيحه الصريحه على ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه واله هو الذي يقتدى به وهو الأسوة لجميع الناس وللأئمة عليهم الصلاة والسلام وفي الحديث حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة وفي حديث آخر محمد بن مسلم وهو من ثقات الرواة سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير؟ قال بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه واله حتى يظهر الإسلام. ما هي سيرة الرسول صلى الله عليه واله وسيرة أمير المؤمنين؟ في احكامهم القضائيه يعني حينما كان يحكمان بين الناس كيف كان يحكمان باعتبار ان الرسول صلى الله عليه واله اسوه وامير المؤمنين اسوه كان يحكمان بالظاهر بمعنى انه اذا واحد اجى يدعي على شخص مالا مثلا يقول اني اقرضت فلانا مالا فلم يرجعه لي ذاك الطرف يقول له شنو تقول هذا يدعي عليك بانه اقرضك اذا انكر نقول للمدعي هات البينه جيب بينه عندك دليل عندك شاهد والبينة شاهدان عادلان غالبا وقد يكون شاهد ويمين وقد يكون شاهد وامرأتان إذا عند شاهد عند البينة انتهى الأمر يحكم بصالحه ويقال للمنكر أد حقه إذا ما عنده شاهد، ما عنده بينة، الكلام يتوجه إلى المنكر، يقال للمنكر أنت تنكر أنك أنه أقرضك مالًا، يقول نعم أنكر، نقول أحلف بالله، فإذا حلف بالله سقطت دعوة المدعي، زين، في كثير من الأحيان صاحب الحق. لا شاهد له، إما بالأساس ما كان شاهد، أو الشاهد مات، أو الشاهد غير مقبول لدى المحكمة، لعدم توفر شرائط الشهادة عنده. صاحب الحق لا يتمكن من إثبات حقه، زين نتوجه للمنكر. في بعض الأحيان المنكر ما عنده دين يحلف بالله كاذبا يصير لو ما يصير يصير ما يخاف من الله فإذا حلف المنكر بالله كاذبا سقطت الدعوة الحكم شنو يكون يكون بصالح المنكر مع أنه في الواقع الحق للمدعي بس ما قدر يثبت دعواه إما بتقصير منه، أو بغير تقصير منه. فهنا الحكم الظاهري هو بصالح المنكر مع أنه الواقع للمدعي. الله سبحانه وتعالى أمر الرسول بأنك مخير بين أن تقضي بعلمك الواقعي الذي ألهمك اياه الله سبحانه وتعالى. أو تحكم حسب الظاهر. والرسول لأنه كان يريد أن يكون أسوة لمن بعده. غالبا كان يحكم بالظاهر. هل حكم الرسول خلاف الحق؟ لا مو خلاف الحق لأن الله أمره بهذه الكيفية. خلاص لما الله يأمره والله سبحانه وتعالى مالك كل شيء ولو المال للمدعي واقعا لكن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى والمالك الاصلي اللي هو الله سبحانه وتعالى يقول للرسول احكم بصالح المنكر لكن هذا لا يكون مبررا لفعل المنكر إذا يعلم بأنه على باطل في حديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان الميزان القضائي البينات والأيمان القسم لكن ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض واحد صاحب حق لكن ما يقدر يثبت حقه. فاذا يدري انه الحق معه وذاك الطرف المقابل الموازين بصالحه ويدري انه الحق مو معه الحق مع ذاك هذا لازم يخاف الله. اذا الحكم صار بصالحه وحكمنا له بقطعة ارض. في يوم القيامة هاي القطعة إلى الأراضين السبع تعلق في عنقه ويلقى بها في نار جهنم معه ديروا بالكم الله اللي هو مالك الملوك ولو أمر الرسول أن يحكم بهذه الكيفية لكن هذا ما يبرر له الذي ليس له حق أن يأكل حق الآخرين فالله سبحانه وتعالى خير الرسول أن يحكم حسب الموازين أو يحكم بعلمه الواقعي والرسول عادة كان يحكم حسب الموازين القضائية وأما حكمه بعلمه الواقعي فكان قليل جدا حتى يكون أسوة باتر ما يجي الحكام يقولون إيه الرسول حكم وإحنا نحكم بعلمه إحنا هم عدنا علم لا حتى يقال لهم ان الرسول حكم بالايمان والبينات انتم على حسب نفس الموازين تحكمون مو قوتره وكذلك امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام كان يحكم بما كان يحكم به يا الرسول صلى الله عليه واله طبعا اكفد مساله يظهر من بعض الاخبار ان الرسول صلى الله عليه واله وأن أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام إذا كانت تجي دعوة الموازين القضائية بصالح صاحب الحق يعني صاحب الحق جايب له شهود أو صاحب الحق ذاك ما عنده شهود صاحب الحق يحلف في هذه الصورة كانوا يحكمون حسب الموازين القضائيه لان الموازين القضائيه تؤدي الى وصول الحق الى صاحب الحق لكن اذا الموازين القضائيه كانت تؤدي الى وصول الشيء الى غير صاحب الحق صاحب الحق ما عنده شهود وذاك الطرف الاخر المنكر انسان لا يتورع مستعد يحلف بالله كاذبا فهنا كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والرسول أيضا من قبله يستعملون طرق ذكية لكي يقر المبطل بأنه مبطل مثلا الرسول صلى الله عليه وآله عندما خرج من مكة كانت عنده امانات الناس مخلين عنده امانات لانه كانوا يعتقدون بامانته وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فخلف الرسول امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام في مكه ليؤدي الامانات وبعد ذلك التحق به في المدينه الرسول في قباء اللي هي قرية أطراف المدينة طبعا الآن صايرة ضمن المدينة انتظر أمير المؤمنين عليا أو 15 يوم 15 يوما إلى أن التحق به فدخل معا مع الفواطم إلى المدينة المنورة زين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أعلن من عند أمانة عند رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يجي يقبضها أي واحد عنده أمانة كان يجي يقول العلامة وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يسلم لأمانته المشركون فكروا بخطة خبيثة جابوا واحد قالوا تعال أنت ادعي أنك وضعت كذا وكذا مبلغا من المال أمانة عند الرسول وإذا علي بن أبي طالب طلب منك شاهد احنا فلان وفلان 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 نأتي ونشهد حتى بهذه الطريقة نريق ماء وجه الرسول صلى الله عليه وآله نقول أكل مال الناس زين فهذا المدعي اجى ادعى أمير المؤمنين سأل شنو الأمانة قال كذا وكذا كيس فيه كذا وكذا من المال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ذهب شاف الأمانات شاف ماكو هالشكل كيس فعلم أنها مكيده فقال لهذا المدعي علي بالشاهد اجوا شهود أبو جهل وفلان 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 في المسجد الحرام أمير المؤمنين جلس وقال لأحد الشهود تعال وهذا المدعي هم جالس قال له متى هذا سلم امانته الى رسول الله محمد قال في اول الصباح طلب الثاني متى قال الظهر طلب الثالث قال متى قال العصر طلب الرابع في اي مكان كان قال مثلا في المسجد الحرام الخامس في اي مكان كان قال في البيت وهذا المدعي ينخطف لونه انفضح أبو جهل كان ذكيا لكن بدل, بدل, أن يستفيد من ذكائه في الخير كان يستفيد منه في الشر فأمير المؤمنين قال له أنت تشهد قال, إيه؟ قال متى وأين قال هذا مو واجب عليه أنا ما أريد أقول لكن البقية عندما تكلموا بكلام متناقض انفضح هذا المدعي واعترف قال ما شيء كل شيء، ذول هم اللي حملوني على ان اتي وادعي زورا وكذبا هذا الادعاء، فافتضحوا هم. هذه الطريقه مثلا التفريق بين الشهود، واستعمال اساليب ذكيه المبطل يعترف. هذه في سيره امير المؤمنين بكثره موجوده. على كل حال، فالمقصود ان سيره الرسول وسيره امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام كانت بالحكم حسب الظاهر غالبا وان كانوا يستعملون طرقا لكي يتطابق الظاهر مع الواقع هذا الامر الاول الامر الثاني بالنسبة إلى داود عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى في سورة صاد يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله في سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما داود كيف كان يحكم؟ إذا راجع الروايات نجد أن داود عليه الصلاة والسلام أيضا كان يحكم حسب الظاهر يعني حسب الموازين القضائية فاحكم بين الناس بالحق الموازين القضائية من الأيمان والبينات وما إلى ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى بعمل القضاة بها هذا هو الحق حسب الموازين القضائية نعم في قضايا قليلة داود عليه الصلاة والسلام أراد من الله سبحانه وتعالى أن يظهر له الواقع وأن يجيز له أو يأمره بأن يحكم بالواقع الله سبحانه وتعالى استجاب طلب داود في قضية ما القضايا أراه الواقع وأمره بأن يحكم بحسب الواقع في رواية طويلة مروية في الكافي أن داود عليه السلام مضمون الرواية أن داود عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه حكما من حكم الآخرة لأنه في الآخرة ماكو حكم حسب الظاهر الحكم حسب الواقع يوم تبلى السرائر في الآخرة الحكم حسب الواقع لكن في الدنيا الحكم بحسب الظاهر هسه داود أراد أن يحكم بحسب الواقع طلب من الله سبحانه وتعالى الله قال ما يخالف باشر أول خصمان يريدان عليك أريك قضية من قضايا الآخرة وباشر الصبح جاء واحد وماسك بيد شاب شاكيا قال يا داود هذا الشاب دخل في بستاني وافسد زرعي واكل من عنبي فاحكم شاب داخل في بستان مخرب الزرع وماكل فواكه من العنب الله سبحانه وتعالى أرى داود الواقع وأمره بأن يحكم بالواقع شنو حكم الواقع الله سبحانه وتعالى قال لداود اعطي سيفا لهذا الشاب اللي بالظاهر معتدي على بستان ذاك ومره فليضرب عنقه صاحب البستان وبعدين البستان صادرة وأعطيه للشاب عجب. صاحب البستان جاي شاكيا أن هذا الشاب جاي سارق من بستانه والشاب أقر لأن داود سأله قال أنت دخلت البستان وأكلت قال نعم الشاب أقر فالحكم أنه الشاب اللي هو في الظاهر سارق أن يقتله صاحب البستان وأن البستان يعطى للشاب يصير ملكه فجزع داوود عليه السلام والناس في حديث اخر نفس في حول هاي القضيه الناس قاموا يتحدثون فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود عليه السلام ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك هسه شنو السبب كان الله بين الواقع لداود قال هذا البستان هو في الواقع ملك والد هذا الشاب وهذا صاحب البستان بالظاهر هذا الشاب كان طفل صغير لا يعي من الامر شيئا قتل ابا هذا الطفل قتل ابوه واستولى على بستانه، ما حد يدري. تصوروا انه هذا البستان ملك هذا الشخص وذاك الشا... القتيل منه قتله؟ مو معلوم. بس في الواقع هذا الذي جاء شاكيا قتل والد هذا الشاب وصادر بستانه. وهذا الشاب هو الوارث الوحيد. البستان في الواقع بستانه، لذا امرنا بر- اعطاء البستان للشاب وان يقتل هذا الشخص اللي هو في الظاهر صاحب البستان قصاصا لدم والده بس الناس يتحملون هذا الشيء ما يتحملون هذا الشيء يحجون احنا لو كثير من الوقائع تكشف لنا ما راح نتحمل ما راح نتحمل لذا الله سبحانه وتعالى غطى عليها نعم في يوم القيامه كل شيء ينكشف فداود عليه السلام حكم بالواقع لكن في موارد قليله بعلمه الواقعي بدون الموازين الظاهريه القضائيه باذن الله سبحانه وتعالى وعليه فالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر يسير بسيرة رسول الله وسيرة امير المؤمنين في الاحكام القضائية يحكم حسب الموازين القضائية الاسلامية انما اقضي بينكم بالبينات والايمان يحكم هكذا نعم اكو مسالة وهي انه في زمن الإمام المهدي حينما يستقر حكمه، لأنه في البداية عندما الإمام المهدي يظهر، أكو مجموعة من الدول والأشخاص يخرجون على الإمام، السفياني، الروم، غيرهم، ويقاتلون الإمام عليه السلام، هذه فترة محدودة، حينما الإمام يسيطر على الأرض جميعا. في الحديث الله سبحانه وتعالى يكمل عقول الناس. وضع الله يده على رؤوسهم فكملت عقولهم. عندما العدل يكون سائر. عقول الناس متكاملة. ما تصير خلافات. لأن سبب الخلافات شنو هي؟ سبب الخلافات والنزاعات إما الجهل بالواقع يعني أحيانا الاثنين يجون للمحكمة وكل واحد يتصور أن الحق معه يعني كثير من الأحيان المتنازعين مو واحد حق الآخر يتصور أنه باطل لا كثير من الأحيان كل واحد منهما يتصور أنه على حق ليش إثنان يتصورون على حق أحيانا منشؤه الجهل. أحيانا منشؤه يعني منشأ النزاعات أو النزاع الطمع والجشع. أحيانا منشؤه الحاجة. زيد استدان من عمرو مالًا، وبعد فترة رجع المال إلى عمرو، عمرو ناسي. وبعد فترة يجي يشوف في أوراقه أنه أعطى ديناً. لفلان ويجي يدعي ذاك يقول أنا رجعت يقول لا أنت ما رجعت هو ده يكذب لا أخطأ نسى أحيانا هكذا يكون الجهل النسيان الغفلة تكون سبب المنازعات وأحيانا الحاجة وأحيانا الطمع والجشع زين إذا دين الناس كمل النظام نظام سليم ماكو حاجة ماكو طمع ماكو جشع لكمال عقولهم كل واحد واصل الى حقه بعد ماكو نزاعات تقل النزاعات الان في بعض الدول اللي من الجهة الاقتصادية الناس مستغنين النزاعات المالية قليلة جدا قليلة جدا ماكو سبب للنزاع على كل حال ففي زمن الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف اسباب النزاعات تجفف ولو فرض انه هناك يكون نزاع عاده صاحب الحق الموازين القضائيه بصالحه عند شهود او اذا هو منكر الحق معه فيحلف فماكو تخالف بين الموازين الشرعيه القضائيه وبين الحق الواقعي أو أن الحقائق في زمن الإمام تظهر ماكو شيء يمكن كتمانه ماكو شيء يخفى أي شيء حسب الموازين الشرعية مثلا الشارع يقول الله سبحانه وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هسه مو واجب مستحب لكن كثير من الناس لا يعملون بهذا المستحب ما يكتبه بعدين ذاك ينكر ينسى يموت الورثة يقولون ما ندري لكن إذا عمل بهذا المستحب فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية أنه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى في أطول سورة في القرآن اللي هي في آخر سورة البقرة زين إذا واحد عمل كتب وشهود موجود ذاك ما يقدر ينكر حتى لو إنسان يكون غير ملتزم إذا أنت واحد أقرضت مالا وأكو شهود وموقع وثيقة ما يقدر بعد ينكر لأنه يدري إذا أنكر راح هو ما يوجه يروح لأنه الشهود يجون يكذبوه الوثيقة متكذبة لكن المشكلة انه احنا ما نعمل في كثير من الاحيان بالنظام الاسلامي ولو بالمستحبات وبعدين نتورط نقول ليش الشكل صار. في حديث شريف اسماعيل ابن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، وكان سيدا جليل القدر. مات في زمن الامام الصادق عليه السلام. هذا كان عنده ألف دينار، اطال فد واحد حتى يتاجر به بالمضاربة، وهذا أخذ الألف دينار وأكلها. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الطواف شافه يقول: اللهم أخلفني، هسا ألف دينار، ألف ليرة ذهبية راحت مني، الله سبحانه وتعالى أخلفني، جيب بدالها إلي. الإمام قال له قال له, أنت المقصر، هذا الشخص اللي أنت أعطيته الفلوس، هذا إنسان معروف بأنه شارب الخمر، هذا اللي يعصي الله سبحانه وتعالى في هذا الحكم المهم، ما يعصيك؟ هذا اللي يخالف أمر الله سبحانه وتعالى فيشرب الخمر. هذا ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في عدم أكل أموال الناس بالباطل وأنت ليش اطيته عندما هو معروف بين الناس بأنه شارب الخمر أنت لازم لا تطي لا تعتمد عليه الذي يعصي الله سبحانه وتعالى في شيء يمكن يعصي في شيء آخر إذا أنت عملك صار صحيح ضمن الموازين بعد واحد ما يقدر يأكل حقك وحتى إذا أكل حقك راح تقدر توصل الى حقك، نعم يمكن نظام استبدادي، نظام طغيان، واحد هالحق معه ظاهر لكن ما يقدر يوصل الى حقه. اما في حكم الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، العدل يعم جميع ارجاء المعموره. فيبقى ان الانسان هو يعمل ضمن الموازين، الناس مؤمنون متدينون عقولهم كاملة يعملون ضمن الموازين فكل واحد حقه راح يوصل إلى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا ذلك الزمان بخير وعافية أما أحاديث هذا الباب إن شاء الله في حلقات قادمة سنتلوها هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين